ومن القاهرة ينضم إلينا عبد الستار حتيتة الكاتب المختص بالشؤون الليبية. سيد عبد الستار، في أي سياق تضع هذا اللقاء ما بين المبعوث الأممي وقائد الجيش خليفة حفتر في ظل الانتقادات السابقة من قبل الجيش للمبعوث الأممي وانحيازه لحكومة السراج؟ أعتقد أن المبعوث الأممي يعني يحرص على ممارسة مهام وظيفته، وهذه المهام تتطلب منه أن يحاول أن يلتقي بمعظم الأطراف سواء في الشرق أو الغرب، وهذه الخطوة أعتقد أنها مجرد تحصيل حاصل في نهاية المطاف. يعني سبق زيارة السيد السكرتير العام للأمم المتحدة سيد غوتيرش لخليفة حفتر، ولم ينتهي أو لم تنتهي الحرب ولم يعني يؤثر هذا اللقاء، وبالتالي لقاءات البعثة الأممية أعتقد أنها لا تزيد عن ممارسة وظيفة نمطية تتطلب من المبعوث الأممي أن يلتقي بهؤلاء وأولئك حتى يعني يكون موجود في الصورة أمام المجتمع الدولي. هو يلقي خطابات وكلمات في الاجتماعات الدولية، ولهذا أنا لا أرى أي جديد في لقاء السيد غسان سلامة بالمشير طيب يعني خليفة حفتر. فيما يتعلق بمسألة مبادرات السياسية أو المبادرة التي طرحها سراج تحديدا، هل يمكن حلحلة الموقف والاتجاه إلى قبول أو محاولة إقناع الجيش الليبي بهذه المبادرة في ظل رفض أيضا ملتقى قبائل النواحي الأربع في ليبيا لهذه المبادرات؟ لا أعتقد ذلك. القرار في يد الجيش الوطني الليبي، وهو قدم الكثير من التضحيات، وكثير من القيادات العسكرية من ضباط وضباط صف وجنود قطعوا مسافات شاسعة للوصول إلى تخوم طرابلس، وكثير من القبائل والقوى الاجتماعية في الجنوب، في غريان، في الزنتان، في بعض المناطق في غرب ليبيا، واليوم في النواحي الأربع. كل هذه المناطق اتخذت قرارات أعتقد أنه من الصعب الرجوع فيها، قدمت أبناء لها قتلوا في هذه الحرب، قيادات عسكرية يعني قدمت أرواحها تضحية في هذه الحرب، وبالتالي من الصعب أن يكون هناك حديث حول مبادرات من مثل تلك التي أعلن عنها السيد فايز السراج مؤخرا. السيد فايز السراج في نهاية المطاف هو راعي للقوى التي تحارب الجيش، ويقوم بدعمها هو والأطراف المتحالفة معه في الإقليم. طيب، أهمية أيضا ملتقى قبائل النواحي الأربع في ليبيا بعد هذا البيان الختامي لهذا الملتقى ودعم الجيش والدعوة إلى إلقاء السلاح؟ غالبا هذا المؤتمر سوف يعزز من القوة التي أصبحت موجودة الآن في ترهونة. ترهونة هي مدخل مهم للغاية للعاصمة طرابلس، وهي أخذت زمام المبادرة مع القوات المسلحة العربية الليبية لمحاولة تطهير طرابلس من الميليشيات التي تحمل السلاح خارج القانون. ومنطقة النواحي الأربع هي منطقة قريبة من هذا الزخم الواقع في الجنوب، ويمتد في شكل هلال في الجنوب الغربي وجنوب الشرقي، وبالتالي هذا سيشجع المزيد من القبائل والمزيد من العسكريين الذين لم ينضموا بعد إلى الجيش الوطني الليبي بالانضمام إلى الجيش، سواء أولئك الذين هم اختاروا البقاء في بيوتهم بعد الإطاحة بنظام معمر القذافي في عام 2011، أو العسكريين والضباط الذين اضطروا للعمل تحت مظلة الميليشيات في السنوات الماضية. إذن من القاهرة سيد عبد الستار حتيتة الكاتب المختص بالشؤون الليبية، شكرا جزيلا لك.